اكبر خطأ هيخطأه النادي الاهلي وهيغلطه النادي الاهلي التفريط في محمد الشناوي، واحنا بدأنا دلوقتي نتبرمج ان الشناوي يمشي. ما احنا بنتبرمج، الاهلي بيعرف يبرمج، فاحنا بدأنا نتبرمج اللي هو ايه، ارمي انه اصل لو جه من النصر 8 مليون دولار يمشي. انا قلت وبأكرر وسأكرر، اهم لعيب في النادي الاهلي يرتكن عليه محمد الشناوي، نص الفرقة. بص علي لطفي حارس شاطر جدا، مصطفى شوبير حارس شاطر جدا، حمزة علاء مستقبل عظيم جدا، الشناوي نص فرقة الاهلي. شفت فرقة الاهلي اللي فيها بيرسيتاو وكهربا والشحات وعبد المنعم ومروان وديانج وكان حمدي فتحي والسولية وكل الناس الجامدة جدا دي، ومعلول وهاني وياسر ومتولي وقفشة وكل الناس العظيمة ومشريف وكل الناس دي وعبد القادر وطاهر وكل الناس الجميلة دي، نص الفرقة الشناوي. ولا انا لو من الاهلي ولا 80 مليون دولار، تقول لي ايه ما انت مش غرمان حاجه، 8 مليون دولار ده يحلوا لنا مشاكل كتير جدا. الا حراسه المرمى مش هتحلها. هيحلوا لك مشاكل كتير وهيبقى معاك فلوس وهتجيب موليكا وتجيب زكي وتجيب عالي وتدفع المرتبات وكل حاجه، بس مش هتحل مشكله حراسه المرمى. طب حراسه المرمى في الاهلي فيها مشكله، ما فيهاش خبره الشناوي، ما فيهاش خبرة الشناوي. عندك الأمثلة، انزل كده خش على الإنترنت من غير ما أقول، بص على حراس مرمى الأندية الكبيرة في العالم كله ما بيفرطوش فيهم. ليه؟ ما ممكن ريال مدريد كورتوا ده يمشيه ويجيب أي حد تاني عادي يعني، أليسون بيكر ده في ليفربول يمشيه ويجيبوا حد وهكذا، ولا إيدرسون ده ولا 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 السيتي. طب ما هو السيتي ده ما يعرفش يجيب عادي يعني، والسيتي يبيع ادرسون ده ب 60 70 80 90 مليون دولار ويجيب واحد ب 30، اذا كان حق نفس المنطق. بس هو نص الفرق ليه؟ لما الريال هاجم السيتي كسب 4 والريال مضيع 4 5 تجوان شالهم الجول في الفاينل. السيتي في الفاينل مع انتر ميلان، مش كان مع الانتر يا جماعه؟ الماتش لما تسترجع الذاكره الانتر كان احسن، حتى احنا قلنا مش ده السيتي في الفاينل، قلنا ايه ده؟ ايه الاجوال اللي بتضيع دي؟ هو اندرسون. اكبر غلطه هيغلطها النادي الاهلي اقسم بالله، ولو لهم عندي نصيحه ما تفرطش في الشناوي. بص اديله فلوس حقه، افرض جاي له راتب 2 ولا 3 مليون دولار وانت بتديله 10 12 مليون جنيه، عوضه اديله حقه، كتر له اعلانات، اعمل له اي حاجه، لكن ما تفرطش في الشناوي. مش هتجيب حد بالكفاءه دي ابدا تاني قبل 3 4 سنين. هتقول امال الناس دي تلعب امتى؟ لما توصل تبقى زي الشناوي. ده الشناوي اساسا عنده 34 سنه، جه الاهلي من 7 سنين كان وقتها عنده 28 29 سنه لو تفتكروا. والحضري لما تالق مع الاهلي كان عنده كام سنه؟ وشوبير نفسه الكبير لما تالق مع الاهلي كان عنده كام سنه؟ هو المركز ده كده، هو المركز بتاع حراسة المرمى كده، انما هحولها فلوس وبتاع لا. اكبر غلطة هيغلط ان بدأنا من النهاردة نتبرمج ويترمي كده. ايه اصله اذا وافق كولر؟ بص بقى الكلام اللي بيتقال، والعرض ما يقلش عن 8 مليون دولار، الاهلي هيفكر ويناقش، بس مفيش عرض رسمي جه. بدأ ترمي في الرأي العام ان الاهلي فاتح. طب كولر عمل ايه؟ قال لي ايه للشناوي؟ قال انا عايزك مليار في المية. ان كان الناس بتقول لك هو لغايه دلوقتي بيلعب الشناوي ليه؟ ده الاهلي واخد الدوري من ايام ما كنت بصيف في جمصه. يقولوا انا في اولى اعدادي. كنا في المنصوره بنروح راس البر وجمصه واحنا صغيرين. فالاهلي واخد دوري من اياميها، ورغم كده لغايه ماتش حرس الحدود بتاع امبارح الشناوي اللي بيلعب. الراجل ما بيثقش غير في الشناوي. الله، لما هو الناس التانيه جامدين، هما جامدين فعلا بس قدامه.
طب ما بيلعبهمش ليه؟ ولا في الكاس ولا في الدوري، الاهلي مش كسبان الكاس الدوري من زمان؟ وفي ماتشات الكاس بتتلعب؟ طب ليش النواوي بيلعب؟ الراجل قال انا مش عايز افرط فيك، انت بالنسبه لي بص نمبر 1 و2 و3 و4 ما فيهاش هزار، لكن لو الاداره وافقت عشان ابان ان انا اللي رافض انا موافق وتتحمل. يعني الاداره هتقول له اوكي يا شناوي انا موافق، بس كولر بقى اللي رافض، نعمل لك ايه يعني؟ الراجل قال لك لا ما تحطونيش في الكورنر ده، الشناوي اكبر، هيبقى من اكبر القرارات الخاطئه بنفس قدر وقيمه ومكانه قرار التعاقد مع امام، هذا القرار القوي والناجح والصفقه اللي هي ناجحه لان امام لعيب كبير فنيا، نفس القصه خساره فنيه بنفس القدر اذا الشناوي مشي وعوضه عشان ما تظلمش كابتن النادي الاهلي محمد الشناوي. وكولر عمل كده، ما تحطونيش في الحته دي، هبقى انا اللي بقول لا لا، ده الراجل بيلعبه لغايه امبارح ماتش حرس الحدود يا جماعه، هنهزر؟ طيب